Wunderbar, hat euch. Hat dein Name. ما يشخص إلا واحد يكون هيك مخليه باله، ما مخليه باله لكن البنكرياتانس ما يشخص زين؟ إيتيولوجي ليش يصير عندنا كيف بنكرياتانس؟ شافوا إنه 50% من الكيسات الكوز ما هتك هي إيش؟ هي كوز يعني بعض هم بعض إذا 50% من الكيسات الكوز في كيف بنكرياتانس هي كوز 20% هي الكولينتيك والله أنا أشوف 50% الكولينتيك طبعا بالريسكين كان الكول اكثر نحن هسه عبرنا على كل الكيسات اللي بنشوفها صراحه في تقريبا كل الكول اوكي بعد عندنا التروما سواء كان اكسيدنت او اوبراتيف او اي ار سي اي تروما اللي بتحصل أو operative during surgery مثلاً وين؟ يا سيدي إنجل البنكرياس during surgery لايك مثلاً سبينكتومي أو بالـ ERCP شوف على مستمر كوز والجولستون بعدين يجي الالكول بعدين يجي التروما بعدين رير كوزز اللي هي ليش فايرال هايبر باراثايرويديزم كورتيكوستيرويد زين وايضا اكو قسم من الناس ما تعرف الكوز مالت شنو بيسموه هذا ملخص اخر الكوز اوف اكيوت بنكريا بنكرياتايتس شنو هي هذا اي ايش اي جيت ايش واضح؟ هم خلوا بعضكم أسألكم الزاكين هكذا ينطرق من الزاكين إشكال سكوربيان ستينج يضغط العقرب سوي كيت بنكرياتايتس هايبرليبيديميا آر سي بي بس هذيك المسكة من هي الستون والكول تروما بعدين تيجي هذا الكود يعني المسكة من هو الستون بعدين الكول بعدين تروما بعدين other rare causes واضح هذا الأكيوت بنكرياتايتس clinical features of acute pancreatitis كيف جينا clinical features أولا أهم شيء هو البين شو البين of acute pancreatitis severe the outstanding symptoms of acute pancreatitis severe agonizing gastric pain not relieved in by narcotics زين طبعا الراديشن مالته وين يكون من الباك اذا في غاز في راديت في الباك اذا سيفير اغنايز بين اللي في غاز في الباك واضح يعني من يقول هيك السيمبتوم وفوض رأس إن أجيب كيس بريزنتيشن بقول لك مثلاً واحد ينتر أو مثلاً 40 سنة بريزنتيشن بقول لك أقدام الأثنين ما في شيء قاعد بيصير وعادي بيصير قاعد not responding to بيتدين تكتب لي إيش acute pancreatitis بعد إيش عندنا nausea vomiting زين reaching إلى آخر ال symptoms بالexamination شرح نشوف شرح نشوف هنا أول شيء عاد نشوف the signs of age of hypovolemia ليش هذا بطبيعة البيانات تكون هذا بيكون هذا بيكون هذا بيكون حتى بالدرس بيس 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 حتى
بعد شو نشوف؟ إذا الفايتال ساين مهمة جدا بالأكيد بانكرياتيتس، طبعا حد السيفيرتي بنشوف المريض مالته تكيكارديا، هايبوتنشن، اير هانجر، علامات مال هايبوكوليميشن، هذا سيفيرتي واضح؟ اثنين بعد حد شو نشوف؟ يصير لوس اوف ذا فلويد بالبريتوريال كاميرات الساكس مليانة الأبدون مليانة فلويد. زين؟ السكريشن يصير من الانفلاميشن. زين؟ فيصير هايبوكوليميشن. بعد شدنا تينج اوف جوندس خلينا يا بنت شدنا بعد خلينا شدنا شكو بعد ساين اللي هي السيدوسيست لا هذه هاي ساين شوف قلناها بعد تينج اوف جوندس مرات جوندس معها ليش معها جوندس بايل غولستون ما تمام فمتوقع اذا في ستون بيكون بايلدك نازل ويا قد تكون جوندس بعد ساينوسيس طبعا ساينوسيس لانه الأكيد فانكرياتات صراحة هو سكريك الزامن يعني كومبليكيشن مالتي بطلع الاسباريتري تحديدها الهيماتولوجي الكاردياك سيستم يأثر على كل السيستم فالسيستميك ديزيز زين فيسوي ساينوسيس بعد يس هاي نقطة كلش مهمة يعني المريض شلون يجيك أهم نقطة يقول لك أنا من أدنك أرتاح هذا فيتشرز أوف إيش؟ أكيد فانكرياتات من يشوف مدنق هالشكل ما في ارتاح يقول لك هذا فيتشر روف الحيطة كذا خليها طالعة ريليزد باي ايش؟ باي بي فور هذه ساين مهمة بالاكتيف بانكرياتايتس بعد تندرنس روجيديتي بالاكزامينيشن بصراحة بالاكزامينيشن تشوف ما تندرنس ما تشوف مثلا سيفير تندرنس او الروجيديتي اللي بدك تحكي عليه مو كل الكيسات الا اذا كان عندها ايش؟ فلود بالبريتونيال كافيتي ليش يصير تندنس ورزيزة قليلة أقل من الأكتيف بريتونيال؟ يس بريتونيال أورغان تمام؟ بس من تنضح الفلويد تطلع البريتونيال كافيتي لا يصير عنده غاردينج ورزيزيتي وتندنس فيتشرز أوف بريتونيال أما بالحالات الاعتيادية بس بالبيغاسي ما التندنس بس السيفيرتي ما أكون مثل ليش؟ مثل تربيرد الديرو أو تربيرد الأبندكس لا ليش؟ لأنه يصير بريتونيال أورغان بعد؟ شنو الكولن ساين والجريت ترنر ساين اوكي شنو هو الكولن ساين قلت لكم عندنا الكولن ساين وعندنا ليش الجريت ترنر ساين نفس اللي من نشوف اكو بلو ديسكريشن هاوز ان بلايكر سميناه كولن ساين حاله ليش وين بقى الكولن ساين اوكي بعد عندنا الجريت ترنر ساين ايضا بلو ديسكريشن بالفلانكس سموه جريت ترنر ساين بعد ايش عندنا مرات المريض يجي كان بالساينز عنده فد ماس او سويلينج وين بالبيغاستيك ريجن واضح كلش ماس هذه كومبليكيشن اوف الفيت باكتيرياتاتس بيجينا سيدوسيس اوف الفيت باكتيرياتس ليش سمينا سيدوسيس اوف الفيت باكتيرياتس ليش ما سمينا بانكرياتيك سيست سمينا سيدوسيس اوف الفيت باكتيرياتس هو مو سيست ليش يعني شنو النقص عن السيست ما بيوه اي ما بيوه ليش البنكرياس وين قاعده قاعده وين بالليسر ايش بالليسر ساك زين وين قاعده بالليسر ساك الاستومك من فوق والستركتشر داير ما دايرها تجمع الفلويد بالليسر ساك تجمع الفلويد محاط بالايش بالاورجانز السبلين والبنكرياس والايش والاستومك داير ما دايرها صار السيست بس هي ما بيها هو الادجسنت اورجان هي مسوي لها ايش مسوي لها سياج بس هي ما بيها هو هذه يسموها سيدوسيس السيس شو قد نعتبر السيس لما بيها وول هي ما بيها وول هي البنكرياس منا زين والستمك من فوق والسكلين منا والبلود مجمعة بين هاي الستركتر سميناها سيدوسيس أو ذي البنكرياس مرات تقول كلش عالي لحين تبين ايش بعد بين ماس وين بالبيغاسي كيجي سيدوسيس هذا البنكرياس اللي دائما يكون بدون ايش يكون بدون وول بس بعدين اذا عوفة ستة اسابيع بدي يصير فيها وول زين ذاك الوقت تقدر تسوي له عمليه اما بالبدايه ما نقدر نسوي عمليه حتى نحكي عن نهايه الفرشه او الموشن ما يصير لكج هذا الفلويد انه على الباقي البريتونيوم يروح لا تعبر من لسر من الفرامنا وكل يعني فلويد فرامنا بس هي تجمع فلويد وين سبيس بين الاستومك وبين البنكرياس زين هاي سبيس اكو اللسر صارت تتجمع الفلويد الداخل ثم تصير تسوي البنكرياس وتدفع الاستومك وتدفع الدنيا كلها زين بقى هسه نحكي عليه بس هسه تجي صبركم ان الله مع الصابرين بعد الكومبليكيشن
كومبليكيشن قسم الى سيستميك كومبليكيشن والى ايش الى لوكال كومبليكيشن. اول سيستميك كومبليكيشن قلنا عليها شوك. طبعا مرات الشوك بتكون لوس اوف فلويد بلازما يصير بالدير سبيس. ومرات شيء يصير عندنا اذا كان هيموراجيك بانكرياس حتى بلاد لوس زين فيجين هايبوفوليميك شوك. بعد شهد الثاني هذا سبايتال ديستريس سيندروم. هو طبعا ليش يصير عندنا هذول من وراء السايتوكينز. هاي السايتوكين اللي يصير عندنا الاكيوت بانكرياتايتس انفلاميشن فيصير الريسبونس مال البادي زي دراما زين راح تفرز هاي السايتوكين راح تاخذوها بالمتابعه الريسبونس دراما المقضيه راح تفرز هاي السايتوكينز زين اوكي. فراح هاي انترلوكين طبعا انترلوكين راح يصير الريسبونس ديستريس سيندروم. بعد فلهذا الميد يكون ساينوسيس، الدبنية، ديسنية، زين بعد رينال فيلر. أيضا رينال فيلر نفس الحالة من الهايبوفوليميك شوك من سيكون السايتوكينز ومن كابل سبوتروما قد تتعب رينال فيلر. بعد هاي الأعراض اي يس كونسامشن كواغولوباتي زين يصير عنده بليتلت كلها تروح بالكواغولوباتي بس هذا بيد الجندسي يصير عنده بي اي سي زين فالبنكرياس الكيوت بنكرياتات فشي يعني مقرف يموت 10% المورتاليتي ريت. منين يجي 10% من هالمشاكل؟ منين راح يجي 10%؟ بعد باريتيكيلياس ايضا احد بنكرياتات فلود بالبيتونال كافيتي يصير ايش؟ يصير باريتيكيلياس. بعد شو يصير عنده ستريس ألسر اكيد هل سوبر ميجر تروما لا يقول فورواك فور ستريس ألسر. أي واحد عنده بيجي تروما لا يقول فورواك فور ستريس ألسر هي المدميس الجديدة. أوكي البلايتلتز ليش قاعد تروح البلايتلتز؟ البلايتلتز ليش قاعد تروح؟ اللي ما تقولش كله كونسبشن كواغولوباتي راح يصير كواغولوباتي والفلويد والسايتوكينز وهذه كلها تضرب طبعا وهذا كل السيستم زين. فالبلايتلتز وين راح اسمه حتى توقف هذا الجسم يصير كونسبشن جديد يعني تستهلك الجسم فيصير هاي فور يعني شو يصير؟ قلل زين consumption problems دي اي سي يصير زين حتى bleeding tendency هاي بالكيسات السيفير بصراحة مو كل الكيسات. بعد شايتنا تيتان تيتان شنو؟ هي سيدوس في البنكرياس مثل ما قلت لكم سميناها سيدوسيس لانه ما كنت نوع ايش وقياس السيستم في البنكرياس يصير بلا تاتس. اوكي واحده من الكومبليكيشن في البنكرياس واذا صار بيها ابسس تحول الى اذا صار بيها انفكشن تحول الى ابسس. هذا الصابونيفيكيشن اللي نشوفه طبعا والكالسيفيكيشن بليش بالاكيوت بنكرياتايتس. بس تفتح تشوف هذا الفيلد على جريتر مومنتم على البنكرياس هذا راسا اكيوت بنكرياتايتس. ما سهل يعني تشخيص مو صعب بالعمليات. ديفرنشال دايجنوستس اوف اكيوت بنكرياتايتس اولا وايش بيرفوريتد بيبسي جاز. اذا واحد جي بيرفوريتد ديو هم سبير تمام جاز فيشن زين. بس عاده هذا الشيء يكون يعني يعني شوفوا يعني في الدقيقه
شلون الشخص هذا تفتت كاسات تشخيص واضح ايش هو ليش ابدو هيرك بوزيشن يشوف اير اندر سداي خلاص اير اندر دايفرام هذا فيبتيكال صار مو شو اسمه مو بانكرياتايتس الثاني اكيوت كوليسيستاتس اند بيلياري كولر يس بيلياري كولر كم يجي كبير فيه رفيق كولر كم يجي كبير فيه يعني بيجاش يتعال تحت وكون دي لكن زين وقد يكون هو اصلا عنده كوليسيستاتس بس الالترا ساوند راح تبين بعدين سوي له سيتي والمراي الاخري بعد عندنا اكيوت ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن شنو اكيوت ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن شو معناته صار اما ترومبوز او امبوليزم وين بالميزنتريك ريزلتس يعني سوبر ميزنتريك ارتري طبعا شو راح يجيك البين راح يجيك سيفير بين ليش لانه سكيميك بين هذا يجي سيفير بين طبعا وهذول بتفحصهم الابدو مالتي كونسلت الا ان يصير بريبريشن بريتنات يلا يصير ايش جاردن تفحص الابدو من سنه يعني السيمبتومز مالته الكلينيكال ساين ما يمشي مع ليش بعد بين يعني شوف عنده سيفير بين يصيح طبعا جانا مريض اتذكر كان يانج ايج جروب بين سنه 2000 كان واحد كان زين عنده سيفير بين شارت من البيت طبعا تفحص الابدو شنو هذا البين اللي شارت من البيت طبعا ومو لا يجي ولا لا شيء هو جي سيفير بين شارت من البيت زين اوكي بس تفحص الابدو مالته ما يمكن ليش مالت الشاوتينج بين خلي بالك هذا ميزنتريك باسل اوكلوجن زين هاي شو نسميها ميزنتريك باسل اوكلوجن يعني بزود الشريان اي شريان يصير اسكيميك بين حاله حاله يا مال وقادر يحط شو مايزنتريك شريان سيفير انترستنج واحد عنده سكيميك بريك ما يصير عنده سيفير بين جانجرين هذا كمبلا معه اذا صار عنده سكيمي يصير عنده ايش سيفير بين تمام ولا بعد طبعاً نابلة كيف ميزنتريك باسل اوكلوجن ندور الكوز يعني عادة هذول لما عندهم اتريال فيبريليشن ايريجولار بالس زين او عندهم فيبريليشن بروبلم يعني زين بس معظمهم هذول يجيك اولد ايج عندهم ايش؟ عندهم اتريال فيبريليشن ترومبس زين سد ايش؟ سوتير ميزنتريك بعد اخر شيء اكيوت ايش؟ او ليكينج ايرتيك انيوريزم ايرتيك انيوريزم طبعا اذا بالابدومن الابدومن ايرتيك انيوريزم إذا صار في ديف أيضاً سوينا في ديف طبعاً هذا كل شيء واحد إذا تراسان رأساً كمية أنيوريزم الأكيوت إم آي آي الأكيوت إم آي طبعاً أيضاً مرات الإم آي يجي تجاسي كبير ويش إيش تشستين فخلوه أيضاً ببالك أكيوت إم آي very present بتاع إيش أكيوت فنكريب واضح؟ بعد investigation شو investigation هو investigation يا بي اي طبعا نحن اي واحد يجي اكيد بانكرياتايتس نسوي له كومبليت بلد بريشر يصير ماليز الديفينيتيف دايجنوز نعتمد عليه بصراحه يفيدنا كدايجنوز هو عندنا سيروم ماليز وسيروم لايبيز من نشوفه كلش هاي الماليز عبر ال اتش انترناشونال يونت كلش هاي اما اذا شوفه مو عبر ال اتش مثلا بالاكيوت بس ما يعبر من نشوفه عبر ال زين يعني كلش هاي السيروم ماليز هذا يمشي مع ليش مع الاكيوت بانكرياتايتس بعد الثاني شنو؟ Arterial blood gas analysis. بس حبلهم نشوف ليش؟ نشوف الـ PO2 مالك يقل. زين في CO2 PO2 نسوي له زين. Arterial blood gas analysis. PO2 يقل. زين. بالروبين شو راح يزيد؟ يزيد خاصة إذا كان الكود مالته شنو؟ جوندز ها؟ The obstructive jaundice يعني كاز مالته ستون. بالروبين راح يزيد عندنا. بعد شو راح نشوف؟ طبعا حتى الليفر فانكشن تيست كله بيل بي افكتد يعني شوف البيلروبين يزيد احتمال الليفر انزيم راح يزيد عندنا الكالاين فوسفاتيز قد تزيد عندنا زين معني يس هايبر جلايسيميا ايضا راح يصير اسرع كثير طبعا زين بلاد ويليا كرياتين زي زليل الكومبليكيشن مالته ريال كيرا اذا كان اذا صار عنده ايش ريال كيرا فبلاد ويليا كرياتين شوف رينال فانكشن اوكي ايضا بعد شنو يا بلاد بيكتشر يعني نشوف الوايد دي سي الجيد طبعا مرات نشوف الانيميا قد يصير عندنا زين او بالبدايه يكون سيتد بس بعدين راح نشوف الساعه اللي عندنا راح يقل لي الكونسيرت بعد الاكس راي قبل الاكس راي قال هايبرجلايسيميا ما موجود عندنا ويا هايبرجلايسيميا يس ليش هايبرجلايسيميا يصير عندنا؟ الانسولين مصاب اقل انسولين بعد
وما في نسولي طبعا نشوف مرات الدايلتيشن اوف ذا سمول بول القريبه يما يصير دايلتيشن. بالاضافه الى ذلك راح يصير عندنا الكولون كات اوف ساين واحده من كلينيكال فيتشر اوف ايش او ثاني صراحه والله ما نقدر نسميه كولون كات اوف ساين الديسندنج سادنلي كات يعني ناشوف اكو دايلتيشن وفجاه انقطع زين ماكو تكمله زين من الاكيوت بانكرياتايتس بعد الترا ساوند طبعا يفيد ليش يفيد الترا ساوند بكثير كثير جولد ستون بالاضافه الى ذلك ابو الترا ساوند حتى البنكرياس يشوف ايديماتس سوولن جو وذ ايش وذ اكيوت بانكرياتايتس بعد سيتي طبعا الاي سي جي ليش نسوي الاي سي جي تكتبلون ايش؟ كارديك ديزيز مثلا يكون ام اي لا يكون ايش؟ دا الريبلر مثلا مثلا اتشوال فيبريليشن هذا يكون ايش؟ ميزنتريك باسل بعد؟ سيرم مثلا ايش اسمه؟ الكارديك ديزاين؟ اي الكارديك ديزاين ايضا نسويه طبعا لا يكون عنده ايش؟ ام اي موجود موجود كم مختلف كله تقريبا هاي بيزا مالياز موجودة زين بيزا تسيرما مالياز لاجست والأهم سيت سكان طبعا هذا زين تجي طبعا بالأشياء البسيطة تقنين برطة تسريع ساعتمية تبدي ميان بطنان ليبر فانسيطي برطي ليبر سيرم كيبي عسمي زين وبعدين سوي لها التواصل بس هو نفرض أول شيء يسنجيو يعني أول شيء يسنجيو باجد وي طبعا أكيد زين سوي يسنجيو هاي كلا تشيء بس شنو قلت لكم مريض لا بيزوم الى مستشفى يعني واحد من المستشفيات قبل كم يوم زين ما يقبلون الطفل في البيشن يصيح البريد والسياحات اللي يسوي الانفستيجيشن اوف ما عندنا
عارف في مورفين انت قاعد بس شنو خلي بالك يا سيدي فاتح يا ريت خلي بالك خلي بالك واحد كبير يا غدا انت مسكين شطي هو بس بيرجع يسوي غير ما طلع اللي ما يمسك كويته يعني شبكه والله زين لا تنتظر انت واحد سي في بي يلا جيزس خايف ايش راح يصير ما في دايجنوز يا دايجنوز هذا دعوه بس الدايجنوز لا حد يقول لكم واحد يجي عنده سيفير بين ولا جزية برضو ليش لا تخلوا يعني إلا الشخص الدايجنوز شو الشخص واحد من اللي هم هسه بعد شدنا خلصنا الانفستيجيشن نجي على شيء اسمه رانسن كرايتيريا. شنو هو الرانسن كرايتيريا؟ الرانسن كرايتيريا هو كرايتيريا حتى نحدد السبيل وحكي الفاشلية هل هذا السبيل على عدة كرايتيريا زين نسميها رانسن كرايتيريا. رانسن كرايتيريا شو يقول؟ بأول 24 ساعة زين شرح شوف أول واحدة شنو؟ إذا كان العمر أكثر من 50 مو؟ 55 إذا كان العمر 50 الإيج أكثر من 55 يعتبر ريسك فاكتر يعتبر إيش؟ ريسك فاكتر بعد ثاني إيش قال أكثر من أكثر من 16 الواي بي سي أكثر من 16 يعتبر ريسك فاكتر بعد بلد جلوكوز إذا كان أكثر من 11 كان أتو هاي هايبرغلايسيميا فإذا هايبرغلايسيميا ليكوسايتوسيس الإيج هاي كلها ريسك فاكتور بعد الإيستي الإيج إذا كان هاي 2 أتو من الليفر إنزيم إذا هاي أيضا يعتبر ريسك فاكتور بعد هو الإيستي بعد بعد خلاص خلصنا هذه إنه 5 ذني أوكي معايا هسه اذا اول ما نجي بنشوف الايج مالته فوق ال 55 الواي بي سي مالته اكثر من 16 زين الليفر انزيم مالته عادي زين اوكي وزائدا شو اسمه الجلوكوز مالتك عالي بحيث اكثر من 11 زين هذه كلها تمشي مع ليش؟ مع سيفير ايش؟ بنكرياتايتس بعد السلايد اللي بعده هاي السلايد اللي بعده كل شيء بعد وش يقول أول ما 40 ساعة شدنا أول شيء سيرم كالسيوم جد أقل من 8 أقل من 2 أو 8 إذا يصير إذا هايبو كالسيوم هذا فيتشرز أوف سيفير إيش أكيد بنكرياتايتس بعد إذا الـ PCV يقل أكثر من أقل من 10 مليون أكثر من 10 مليون إذا الـ PCV يقل هذا أيضا معناته سيفير إيش كيف بكيت على سعر؟ الأكسجين إذا كان فيه أوتو أقل من 60 60 معناته ما يجي إلا شوية بعد بلد يوريا إيش قلت؟ 1.8 إذا اليوريا عالي أو 5 ملغرام 5 أرمى بعد بيز ديفيسيت أكثر من 4 بعد سيكوستريشن أكثر من 6 بعد إذا طبعاً يوري كرياتين عالي كلها ريسك فاكتور بعد خلاص سكور أكثر أو مساوي للتلاعب هذه في النهاية بعد إذا سكور أكثر من 3 أو مساوي للتلاعب سكور مساوي للتلاعب أقل يعني السكور أكثر من 3 نعتبره سفير لكن 3 من الأني يعتبر سفير أقل من 3 يعتبر موسيقى التوابع شون؟ البيز ديفيسيت البيز ديفيسيت هذي بالبرجات هذي بالجزة طبعاً ونشوف الأسيديتي واللي شو سيديتي يعني السيكولوزي فيها جاي سوال بالبرجات هذي أوكي؟ بس احفظوا لي إياها المثل يسلكم بس احفظوا لي إياها المثل يسلكم
اي اكثر من ثلاثه من اللي عندهم يعتبر سيجيس. زين هنا ليش نحدد الرانكينج كرايتيريا؟ يعني ديز انفستيجيشن مرانز كرايتيريا ديز وايت دي سي انت كومبليت ذا وايت دي سي. زين راح نجيب ايه جلوكوز ديجيت كالسيوم راح نجيب. زين جسم هاي فرقه اناليز. زين رينال فانكشن راح نجيب ليفر فانكشن راح نجيب. من هذه الانفستيجيشن اللي انا جزيتها احدد هذا ايش هذا سيفير لو مو سيفير. ليش ليش حد سيفير لو مو سيفير؟ لا أبد من ماذا أبد. نحن نحاول أوف السيرجن ما عدا سيرجن من أكيد بنكرياتاتس لا تتورط تفتح مريض أكيد بنكرياتاتس مريض يموت أنت من الشخص لا تفتح. هنا التريتمنت مالته يختلف. إذا كان سيفير هذا يحتاج انتنسيف كير يدخل قبل عناية مركزة المرض مجرد كده نعالج المرض. السيفير كير يحاول وين؟ اوكي يعني نقطه. اذا راس الكاتيريا لازم تعرفوها شنو هي ليش الايج جت. زين الايج والديفر فانكشن وايت بي سي وعند السيرم ايش الجلوكوز هذا البدايه. بعدين نشيك البقيه اللي هي عندنا ليش الكالسيوم وعندنا الفازولوكسيوم كرياتين وعندنا البيزيكسن وعندنا السيتويشن. زين كل هاي زين هاي السنه إذا عندي أكثر من ثلاثة أنا أعتبرها سبير. لأن أكثر من ثلاثة أعتبرها سبير هذا يحتاج intensive care. يعني كل واحدة أعطيها نقطة؟ إيه. إحنا عندنا صار تقريبا 11. المهم أكثر من ثلاثة إذا متوفر بين ثلاثة أعتبرها سبير. زين بدخل عناية مركزة. زين مبين طبعا أبو العناية المركزة. أشوف أنت طبعا أشوف الهايبرتنشن، تاكيكارديا عنده، SPO2 مال كيف يقل. يعني كل الفيتشرز مال إيش؟ مال سبير تايب. فهذا يدخل عناية ما بيعتبرها يموت. أنا بس بيوتو ما تجاوز مارينا بيوتو سنين بيوتو سنين هذا لازم يبادره ماش أسا شنو هو treatment مكتوب conservative. إذا عندنا سيرجري بس في حالات كلش محدودة السيرجري. زين بس كتريتمنت أو فكرة بانكرياتيتس يعني هو قطعا هو conservative إلا في حالات محدودة جدا. خلينا نحكي عن conservative treatment. أولا شنو يعني severe cases admitted to the ICU. هاي قلنا severe cases وين دخلوا على intensive care unit ثاني. supportive هو يعتبر treatment. طبعا هو treatment ما تقطع عن هو symptomatic supportive. زين شنو هي؟ belief of pain. سميناها rule of ايش؟ of heart. الار regimen. ايه rule of ايش؟ of heart. اولا relief of ايش؟ pain. of pain. شنو حلقت يوم؟ atropine. ليش انت بتدين زائد الاتروبين؟ إذا نبي بقى إنه سبيل بين أول شيء عندي أنا في تين كده يعني نسي ناقص تين كده نسي ناقص تين واحد حدث في زاوية أتوقع ليه؟ لأن تين ست السلك فأنت بس كفان أتوقع حتى شنو؟ إذن أول شيء relieve the pain الار ريجيم. اثنين replacement of fluid that's comprehensive fluid. زين لو كريستالويد لو بلازما ايفن بلوم. يس انت طبعا هذا features of hypovolemic shock فانتيوم رينجر لاكتيت. زين فانتيوم بلازما مرات حتى قد تحتاج بالهيموراجيك تايب تحتاج نصيبه ايه؟ واضح. يعني قلت لكم الهيماتوجرات ينزل بي سي في مالته ينزل خاصة بالهيموراجيك تايب والسيفير كيسز يحتاجينهم طبعا الفلويد جدا الفلويد والله بالكراتين تبدا الفلويد بالكراتين من اللص اللي صاير عنده صارت تبدا كراتين ما تحدد يعني نجيب الكراتين الفلويد. زين بعد rest of pancreas اذا replacement relieve the pain الار الثالث هو ايش؟ rest of the pancreas. شلون rest of the pancreas؟ هذا ما نطلع كلها شغل ما نطلع. وكيف نخلي نزل غاز حتى السكريشنز مال إيش مال الستومك والدينام كله ترجع فحتى البنكرياس لا يشتغل. من الشغل البنكرياس هو متعب راح يزيد السكريشن راح تزيد المشكلة. فخلي nothing by mouth لا يأكل أي شيء شيء نزل غاز كتوب حتى صار يسكن ليش للستومك والدينام السكريشن حتى البنكرياس يسوي ساعة سكريشن يكون دي أقل إلى أقل. وأيضا نعطيهم إيش نعطيهم سوماتوستاتين
تمام التعليم اللي موجود بالسوق عندنا تقريبا بعد الكورس دي صفه ثانيه تمام تضرب باليوم امبوله واحده هاي شنو تقلل الجي اي تي سكريشن سوماتو ستاتين انالوج اللي موجوده بالسوق يسموه اوكتيو دايت امبول دي صفه ثانيه حتى نقلل ايش الجي اي تي سكريشن اذا الجي اي تي شلون قلل الريست اولا nothing by mouth اثنين نزل غاز في تيوب ثلاثه راح نخليه ايش سوماتو ستاتين انالوج اوكي اذا الار الرابع هو ايش ريسبيراتوري سبورت شنو هو ريسبيراتوري سبورت الاكسجين ماسك والفنتليتر اذا المريض داخل عندي على الاس بي او 2 مالته قال لازم شافه له اخليه على اكسجين ومرات اذا ما صار شغل صار الفاضي في السيستم قد يحتاج للتيوب والفنتليتر يساعده بايش بالفنتليشن اوكي هذا ريسبيراتوري سبورت بعد ريزيستنس اوف انفكشن هو على مود الار هذا هو ورا الطاقه ريزيستنس شنو انتي بايدي بصراحه الاكيد بنكرياتايتس بالنسبه للانتي بايدي كونتروفيرسي لان تكون الانفلاميشن وليس بكتيريا الا في حالات الكيسات اللي تصير نيكروتيك او صار ابسس او فيتشرز مال سكندري بكتيريا انفكشن نعطيهم ايش انتي بايدي بس بالحالات الاعتياديه حتى الانتي بايدي بصراحه كونتروفيرسي مو بس نحن صراحه نعطيهم زين نعطيهم انتي بايدي في ريزيستنت كيس بعد الـ ERCP الـ Re-Assessment by ERCP ليش يسألهم ERCP؟ Stone يس عادة نحن قلنا 50% من الكيسات اللي عندنا هو شنو؟ هو Stone فالـ ERCP إذا أكو مثلاً Stone تفتحها طبعاً أكو في الباثولوجي تفتح الدكت من تفتح الدكت يصلي ليش؟ البنكرياتات لأن شافوا إذا أكو Stone باللواء البايل وين راح يرجع؟ البايل يرجع في العالم البنكرياتي يبدأ على البنكرياتك تصير إيش؟ يصير activation of إيش؟ of pancreatic juice فيسوينها شو؟ فلهذا لازم relief of obstruction by ERCP بعد؟ طبعاً إذا بقى البوميتنج لفترة طويلة وهذه أكيد راح يبقى على إيش؟ على total parenteral nutrition شنو total parenteral nutrition؟ preparation outside شنو التوتال بارنترال نيوتريشن؟ يعني شنو التوتال بارنترال نيوتريشن؟ شنو هو التوتال بارنترال نيوتريشن؟ هو التوتال بارنترال نيوتريشن هو قطعا nothing by mouth هسه متهم منه بس شنو هو تي بي ان؟ يس هو سنترال لاين اوف تي بي ان تي بي ان توتال بارنترال نيوتريشن هي في كذا اشياء ما راح نتأكل شو، أما بقية الجلوكوز مثلاً، نبدأ نخلي 5 أيام على فلود عادي يعني، كريستالور جلوكوز خمسة، بعدين 5 أيام جبال، البريد كيف تبي تأكل توكسي كاس تبي إيش، ممكن تشوف كاس بانتر نشوفه، يعني ما نقول ما نقول نعوض كل الدعم اللي يطلع ولا يقدر فورتين جلوكوز، زين شلون نترينه؟ يطلع ولا فيها بطن جلوكوز، زين. بالنسبه للاتروبين والبتيدين نسوي ريلاكسيشن للسفنكتر اوف اودي بدي اتروبين مع البتيدين نسوي كونتراكشن يسدها فننطي اتروبين حتى لا تنسى بعد سيرجيكال اذا عرفنا ليش نطي تي بي ان اذا طول اكثر من 5 أيام لازم نحولهم على تي بي ان اذا الفيلد بتاع التي بي ان كرياتاتي هي انه نحط مايل اوف التروبين في الدور زين هذا فيهم أنتي بايتيك لا يعني فيهم أنالجيزيا أو ناركوتيك خلينا فيهم nothing by mouth إذا قاعد تكتب قد تحتاج إلى ERCP زين قد تحتاج إلى intensive care إلى respiratory support على oxygen ventilation أوكي واضح
هذه كونزرفاتيف تريتمنت. طبعا بالمناسبه يعني هذه وين بعنايه الفولو اب، يعني كل ساعه شاب كل نص ساعه شاب بيجي يكون فايتال تايم فاصل فايتال والبلد جاز اناليسيس يوميا انفستيجيشن يوميا هنا في مصر 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 يوميا هنا سيرجري إذا كان عند الستون بالكمون بايدر اللي هي RC نعتبره سيرجيكال انتربريشن. بعد ثاني يعني إذا كان يعني صار أبسس قد نحتاج إلى سيرجري انتربريشن. وبعد إذا صار سيدوسيست وفكر سيدوسيست أوف البنكرياس مو كله سيرجري لا، عادة نخليهم كونزيرفاتيف تريتمنت ونصوي لهم فولو أب باي ألترا ساوند. إذا سيدوسيس بدأ يظهر سيدوسيس يعني في البنك اللي بدأ يظهر أوكي ماركتينار إذا فقط بليدينج إن سايز وبعد 6 أسابيع وما راح زين ذاك الوقت تحتاج إلى إيش؟ إلى سيرجري أوف سيدوسيس. شنو هي سيرجري أوف سيدوسيس أو البنكرياس؟ خلينا نكمل أسئلة تجيك أسئلة. المهم السيرجري شو وقت تحتاج إلى كيو بانكرياتيتس؟ إذا كان عندي ستون دي ار سي بي، إذا كان تحتاج إلى درينج، إذا كان عندي بيرسيستنت سيدوسيس، ومرات إذا كان عندنا النيكروتيك بانكرياتيتس، النيكروتيك تشو محتاج إلى إيه؟ نشيل النيكروتيك ماتيريال من البانكرياس نفتح أوبن ننظف النيكروتيك تشو. الإنديكيشن أوف السيرجري إذا كان ستون باي ار سي بي، اثنين إذا كان عندنا ثلاثة إذا كان نيكروتيك، أربعة لو كان عندنا بيرسيستنت سيدوسيس. البانكرياتيك سيدوسيست هذا هو خلصنا هذا اخي بس البانكرياتيك سيدوسيست. النيتشر هو كولكشن اوف ذا بانكرياتيك سيكريشن زين اند انفلاماتوري اوكسيديت وذين ذا لايننج اور انفلاماتوري ايتيولوجي ماتر ديفلوب ان 10% اوف كيس اوف اكيوت بانكرياتايتس افتر 2 to 3 weeks next cause pancreatic trauma. يعني شو وقت يجي شو وقت يصير عندنا pancreatic cirrhosis؟ شوفوا في حالتين، إما بعد acute pancreatitis أو post trauma. وين تتجمع؟ يلا جلدوا ما عندنا مشكلة. أوكي في pancreatic cirrhosis مثل ما قلت لكم لحد. هي within 2 to 3 weeks. تبين من acute pancreatitis or عنده mystery of trauma. بعد شلنا سايت ما التوين قلت لكم بالليسر تعب. ليش الليسر ساعة مغطى جوا البنكرياس صفحتك كانت قصتني فوق هالتك ليش الاستوما زين. بعد كومبليكيشن مال ايسس حال ايسس حال شو يصير بيه يصير بيه انفكشن حول الابسس. وبعد قد يصير بيه ايمونوس قد يصير بيه ربشر. بعد كلينيكال فيتشرز سمول بينلس ديسكفر باي الترا ساوند او يجيك لارج كوز ديسكمفورت ابر ابدومينال سويل. يعني اما طبعا انت من عندك واحد عندك كيس اكيد بانكرياتايتس لازم تسوي له فولو اب. يعني حتى اذا صار زين طلعت عنده كل الالتراساوند لا يصير عنده سيدوسيس بعد 2 ويك او 3 ويك يصير عنده سيدوسيس. فاذا ميبي ديسكفر اكسيدنتلي باي الالتراساوند زين او قد يصير كومبليكيشن اذا صار في انفكشن او رابتشر او هذا راح يجينا اكيوت ابدومينال بين او مرات اذا بيج سويلنج قد يجينا ديسكمفورت. بعد استيجيشن طبعا الالتراساوند دايجنوستيك زين كذلك سي تي سان دايجنوستيك. بالاضافه الى ذلك عندنا الباريوم ميل. شنو بالباريوم ميل شنو نشوف؟ هذا الباريوم ميل يعني هذا الاستومك شخص صار انديتيشن اوف ذا استومك باي ذا سيست. هذا الباريوم ميل هذا الباريوم خلينا بالاستومك السيست دافع ليش؟ دافع على الاستومك فيصير باريوم ميل. شوف فورورد ديسبليسمنت اوف ذا استومك الترا ساوند ايضا دايجنوستيك. التريتمنت معظم الكيسات طبعا يمشي كونزرفاتيف هي تروح ما تحتاج بس اذا بقت تحتاج الى ايش؟ لادرينج افتر 6 ويك تو ستومك اورجن. يعني هذا الفلود السيريس سورت البنكرياس زين هذه الباريوم نشوف الانديتيشن اوف ذا ستومك مدفوعه باي فورورد ديسبليسمنت. السيريس سورت البنكرياس هي معظم الكيسات تمشي كونزرفاتيف ما تحتاج الى إذا غلط بيرسيستنت أكثر 6 ويك يلا تبدأ تبدأ سيرجري. ليش بعد 6 ويك؟ حتى يصير بيها وول. لازم يصير بيها وول. إذا ما يصير بيها وول أنت تفتح على سيدوسيس ساعته ساكشن فلويد بيرجع مرة ثانية.
فكل شيء ما تقدر تسوي. ننتظرها 6 اسابيع يصير بيها وول. بعد ما يصير بيها وول راح نجي نفتح فتحه بين الاستومك وبين السيست حتى الرينج اوف السيست وين يصير على الاستومك او بين الاستومك وبين الدجنال، العفو بين السيست وبين الدجنال او بين السيست وبين الدجنال. نفتح فتحه نربط هذا السيست وول، نفتح الوول مال السيست ونربطه على الاستومك ونسميها سيستو كاستراستومي او سيستو جينوستومي او سيستو جينوستومي. لا ليش خليها دائمين هي تروح ما سوى اوديشن للاستومك ماشي هو سيد الاستومك البنكرياس هاي جو الاستومك. فنفتح من داخل الاستومك نربط نفتح فتحه بالاستومك وفتحه بالسيس ونخيطها تروح على الاخرى. يعني فتحه شلون تكون مفتوحه بيناتهم البنكرياس الدول اللي يطلع من السيس وين تروح من الاستومك يعني يبقى ينتج حلول ينتج وبعدين راح تنسد نسد وقت زين يصير روتيشن الاستومك. لا ما يصير تيجي. زين دكتورة احنا سجلنا زين. كل شيء هذا زين. بس ولا بتصدق تيجي ساعات نروح ما يستيقظ صراحة. زين. دكتورة احنا بنحتاج نسوي يعني. إلى نسجل. إلى نرجع. بعد التايم ما بيرجع دوار ما بيرجع دوار ما بيرجع دوار ما بيرجع دوار ما بيرجع. حد يحتاج وقت ما يحتاج كير. أنا كنت كبير من حوله من. من السجل الماي مدرك طبعاً طبعاً طبعاً. بعد سؤال كذا هذا لا لا هو بس دافع الاستومك بس ما صار برش دافع الاستومك بس ما يصير لا لا ما دكتور زين هي مو قفص شلون تنسد واحد حتى ليش ما تنسد؟ هي تنسد هاي بعدين بس بالبداية انت تورث البطل استمك ما تنسد مفروض الداي اكل مفروض تنسد من استمك على لا هي بالعكس سبحان الله كونتنت يجي على استمك بس من استمك ما يجي هي يجي برشا ظاهر على كريستال هي اكثر من حاجه كثيره واضح؟ عسى كل بكتيريات البطول الثاني شفت اوكي كل السهل الموضوع على ملخص جدا ان شاء الله على المحاضرات الاخرى اشرح لكم كانسر الاكسوكراين الاندوكراين احكي على البنكرياتيك كارسينوما نحكي على الويبل زين نحكي الاندوكراين تيومر اوف البنكرياس اللي هي المين 1 من 2 لازم تعرفوها اي بي يو دي سيلز هاي مهمه جدا مين 1 من 2 لازم تعرفوا شنو هو بعد عندكم السيلينوما شنو السينوما؟ شنو الغاسترينوما؟ زين؟ دونجلسن سيندروم، غاسترينوما ترينجل هاي الموضوع مهم. الخميس دكتور الأسبوع الجاي. الله حاول على حد. الخميس يعني
طول بعد اكثر من اللي خلينا نعيش ولا راح راجل.